كلامك وسؤالك عن موضوع الخرطوم الوطني كوبر، انا اعتقد كوبر عوده موفقه جدا، يعني بعد اعتقد كوبر كان خلت الدوري 2018 وجات حسه راجعه ثاني. كوبر يعني اللي بيميزه انه فريق حي وعنده لعيبه اصلا لعبوا في مصاف دوريات او فرق كبيره في السودان في المريخ و حتى في الهلال. أيوة في الهلال، فبيقودوها بفهم الحي، بفهم الكيان الواحد، بفهم الوضع الواحد. فحتى على مستوى الإدارة كوبر برضو فريق يعني أكثر من رائع في التكوين الإداري وفي تكوين الجهاز الفني، ممكن يمتلك من الفرق اللي بتمتلك ملاعب وأفضل من الملاعب الجميلة في السودان. نعم رغم أنه ملعب ترابي لكن لا غير كده عندهم ملاعب نجيلة طبعا. الآن بينهم ملعب نجيل يعني مدينة. حتى في تحت كوبر أنا شفت السداسية وبنلقى احنا انا عندي ملاحظه انه بقى في نجوم جيل ثاني هم اللي ماخذين دفه التدريب في السودان. يعني حس انا لو لقيت كوبر، لو جينا لكوبر حنلقى انه مدرب كوبر هو امير دامر ومساعده تقريبا فيصل العجب. نعم. يعني انا بعتبرهم ده جيل ثاني في التدريب في السودان بعد الجيل السابق للكفاءات والخبرات. يعني وفيصل عجب طبعا كابتن هيثم واحد من الناس اللي غادوا كوبر للدوري الممتاز بالضبط في 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 الوسيط. نعم. وبنلقى في الطرف الاخر الخرطوم الوطني بقياده كابتن احمد السيد. نعم. كابتن احمد السيد لاعب حي العرب السابق، مهاجم كان مميز جدا وانتدب للمريخ. انا اعتقد دي ذاتها ثقافه كويسه جدا في حقنا انه يكون عندنا يعني اجيال يعني محليه هي اللي ممكن تقود العمل لقدام، بس يعيب علينا كالعاده الوضع الاداري في الموضوع. نعم. يعني